بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم 1 نيسان رايت ايش في 1 نيسان؟ كذبة نيسان مو؟ فول داي. هذا اليوم احبائي معروف عندنا بالمزح وبالنكت وبننكت على بعض وبنكذب على بعض، بنكذب على بعض طبعا، وبنشوف انه ما بنحكي الحقيقه لبعض. ولكن شو تعليق الكتاب المقدس؟ انا بتشوفوني عم بضحك، عم بذكر مواقف وعم بقولكم اياها بشكل على الوعظه، بس لازم نعرف احبائي انه اول كلمه من الجملتين كذبه بيضة ولا كذبه سودة، اول كلمه ايش هي؟ كذبه مو؟ That's a lie in the end, right؟ ما فينا نكذب. يعني تخيلوا انتوا عم تتعبوا كل السنه تحاولوا قد ما فيكم ما تكذبوا، ما تغيروا الحقائق، تحكوا دائما الكلام الصح، ويجي يوم واحد بشكل نكتة تسووها ونكذب. تذكروا أحبائي، شيطان ذكي، أوكي، بيعملها بطريقة إنه نحنا نتقبلها. يا أبونا ليش تعقدها؟ هي مسحة كل يوم واحد. هاليوم ممكن يكون خسارة لنفسنا حتى لو بالمزح. ممكن نعمل مزح بس مو نكذب، أوكي؟ لأنه بأمثال 12:22 بيقول كراهة الرب شفتا الكذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. فأهم شيء عند ربنا أنه ما نكذب. يعني الكذب له أنواع أحبائي، وأنتم بتعرفوا هذا الشيء. يعني أنا ممكن أكون، يعني واحد يسألني أبونا طب ما هو أنواع للكذب، صح؟ في أنواع. يعني مثلا في عندنا قصة داود النبي. داود النبي لما أخطأ وكذب على زوج بتشباع اللي هي صارت مرته أم سليمان، ايش صار فيه؟ اجى النبي وبهدله، قال له على قصه، تتذكر قصه الخروف الصغير اللي ضاع لواحد، اجى واحد فقير ما عنده غير خروف صغير، وواحد غني قام راح اخذ الخروف الصغير وذبحه، قال له هلا لازم يتعاقب، قال له هذا انت. فاعطاه اختيارات لعقاب ربنا، قال له بدك اياها تيجي من طريق الناس ولا تيجي من طريق ربنا. فقال له انه اوقع في يد الله خير من ان اوقع في يد انسان. فناس بيقولوا انه طب ما هو داود قال انا بكذب بخطي وبعدين بدي اطلب من ربنا انه يعطيني عقاب على خطيتي، هو ما يخلي الناس تعاقبني. السؤال منطقيا صحيح اذا اطلعنا ما فهمنا الانجيل نفسه شو بيقول. ما بيقول داود قام اخطا وربنا كان راضي على خطيته وبعدين ربنا قال له بدك اعاقبك من الناس ولا اعاقبك من عندي. لا، بيقول الإنجيل إذا بنقرأه صح بحسب النص الموجود، بيقول داود أخطأ والله ما كان راضي، وبعدين الله بعت له عقاب لأنه هو كان كثير قليل قريب من الله. بيقول الله، يعني داود كان عنده قلب مثل قلب الله، يعني كثير شخص كثير قريب من الله. أحبائي، بنعرف إنه في المسيحية ما في كذب، وهالكذب ممكن يأخذ أشكال كثير. يعني بهالأيام نعمل التاكسز، مظبوط؟ نعرف كلتنا انه كثير منا او في كثير ناس عم بيلعبوا بالتاكسز، الدوله بتضحك علينا. طيب الدوله هي بتصفل امام الله، الله راح يحاسبك عن طريق الدوله ولا راح يحاسبك انت او انت؟ مظبوط؟ فلازم نكون امناء امام الله. هذه خطيه ومو لعبه. يعني ما نقول انه التاكسز احبائي الحكومه، هذا الفرع اللي عم بدفعنا تاكسز على السيارات بسبب بيكسبوا مصاري، واحد مارشنت بياخذوا عنده فبياخذ من الحكومه، هو له استفاده وهذا لك ما قلنا بكل هالكلام. انا سؤالي لك والك والي، هل نحن امام الله عم ندفع التاكسز لله ولا عم ندفعها للحكومه؟ صح؟ الله ربنا يسوع المسيح لما سألوه قالوا لقيصر لقيصر وما الله لله. حتى ربنا يسوع المسيح دفع الدينار عن عمر بطرس، كان فيه يعمله معجزة، كان يعمل شيء خارق أو يلف لهم إياها أنا ابن البلد، مو قال له أنا ابن البلد؟ ومين بدفع، الغريب على التاكسز ولا نحن مندفع؟ فقام قال له بطرس الغريب، قام قال له معليش عشان ما نعثر الناس. فنحن بنعمل إذا عارفين إنهم بيضحكوا علينا بنعملها من أجل أن لا نعثر الناس. صدقوني أحبائي، لا تفكروا تلووا على حالكم، او يعني انا حتى كلنا مين مكان نلوي على انفسنا. احنا هون بالهيكل ما بنوعظ للدينونه، بنوعظ للارشاد. اب
بيخاف أولاده، عم بشوف الخطايا هاي عم بقلكم عليها، عم نعيشها كل يوم. لا نلوي الطرق، لأنه رح يسألنا الله تريدها من عندي ولا من الناس. لا سمح الله في كثير من نوعه بمشاكل accidents، مو بقول كلهم عقاب من الله، ممكن يكون تجربة، ممكن خطأ من عندنا، ممكن خطأ من غيرنا، بس في بعض منهم بسبب أخطائنا. فقد ما نحاول أحبائي، قد ما نستعجل، قد ما نكوش على مصاري، كله رح تروح، الوقت ضايع والمصاري رح تروح. اتذكروا في قصة عنا بسفر دانيال، هي تكملة بأسفار القانونية الثانية، مو موجودة بالكتب العادية المترجمة الفان دايك، موجودة بالكتب الأرثوذكسية والكاثوليك، في 7 كتب مو مترجمين للبروتستانت لأنه ترجماتهم منتشرة. نحن عندنا 7 كتب انكتبت بالسرياني الآرامي وانكتبت باليوناني، فاليهود بيرفضوها لأنه كتبت مو بالعبراني، تمام؟ بواحد من الكتب سفر دانيال في قصة سوسن، إذا سمعين عنها. سوسن واحدة بنت كثير حلوة، جميلة كثير، فأجاها 2 شيوخ حصروها، قالوا لها نحن شهدين، يا بتنامي معانا يا بنروح من نحكي عنك إنه لقطناكي مع حدا بتعملي الوسخ يعني الفحش. فهي إيش ردت؟ فكرت، قالت إنه أنا ما بقى فيي حيل أعمل شيء، ما بقى فيني أعمل شيء، قلبي انحصر، إما راح أزني معاكم وأخسر الله وبقدر أعيش بحياتي العادية بيني وبين نفسي أنا بعمل اللي بدي إياه وقدام الناس أنا كويسة، أو راح تشكوني وتبهدلوني وتحكوا عني كلام عاطل نازل طالع، بس راح أكسب آخرتي، ممكن يقتلوني لأنه الزنا كان بهذاك الوقت ويرجموها. فبتشوف بعدين دانيال هي اتكلت على الله وما خافت وقالت الحقيقة. شوف دانيال بعدين بنعمة الروح القدس قدر يخرجها، أخذ كل الشيوخ على طرف وسألهم أسئلة، كل واحد بلش يعني يعمل ديسكرايب، يوصف المكان اللي أحكم معها وإيش أحكم مع البنت، لأنه ما كانوا عارفين راح يسألهم، فما كانوا حاسبين هاي. فكل شاطر له وقعة، ما في حدا ذكي بذكاء العالم بتم قايم على إجرين. فقام سألهم أسئلة وبالآخر هم تعاقبوا، هي طلعت بريئة. أنواع الكذب كثير، كذب أبيض، كذب أسود، ممكن أعرف حقيقة كاملة بس ما أقول غير نصها، يعني أريد أوصل لحد شيء ما بقول كل الكلام، بقول أشياء تانية. أوقات بنقول الكلام مثل ما هو، يعني أوقات سذاجة بيكون مو بساطة، إنه أنا بسمع شيء بقوم بنقله مثل ما هو. طيب يا ابني يا بنتي، هالكلام ممكن يأذي ناس، ممكن يجرح كلام. إذا أنا غضبت من كلام حدا أحصره بقلبي، أروح عند يسوع، أركع، أصلي، أسلمه إياه، لأنه لما أنت تنقل الكلام كمان أنت كان بتكون مثل عم بتكذب، حتى لو أنت ما غيرت شيء. أوقات الكذب كمان إنه نوع من الكذب إنه أنا بسمع شيء فبقوم ببهر عليه، يعني في واحد كذاب أمين، في واحد كذاب غير أمين. الكذاب الأمين اللي بوصل الكلام مثل ما هو، أنا ما حكيت شيء هو يكسر، مو الكذاب غير الأمين بضيف بهارات، نحن منبهر الكلام. فأحبائي، مربولوس الرسول واضح معانا بكل وضوح، بيقولنا بل نظير القدوس، بطرس الرسول آسف صح الأول آية 15 رسالته الأولى، بيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قدسين في كل سيرة، ما قال في سيرة هيك أو سيرة لا. ونصيب أحبائي اللي بيكذبوا بحسب رؤيا يوحنا، شوفوا شو بيقول، خطير الكلام كثير. أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، ما الكذبون، قال جميع الكذبة، all the liars، فنصيبهم في بحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. كثير صعب الكذب، من أحد المكرهات عند الله الكذب، يعني لا تخافوا من حدا. عادة الكذب بيجي لأنه بخاف، يا بدي حدا يشوفني صح، يا بدي أخلص حدا من مشكلة، يا بدي يعني ما بدي حدا يفهمني أنا عملت شيء غلط، بس خايف إنه حدا يعرف شو عملت، فبقوم بكذب عشان أغطي. نعرف المثل العام بيقول حبل الكذب قصير. فلا تفكروا أحبائي إنه زهربتوا بشكل أو بآخر أنتوا عم تكونوا أذكياء، إلا ما يوم من الأيام ينكشف الأمر، إلا ما
إذا أخطأنا ما مشكلة، ربنا رحوم، بس نحاول نقوم، نحاول نصلح، نقول دائما الحقيقة. يعني مثلا إذا واحد خطئ قدامي وأجى مثلا حدا تاني يريد يعاقبه، شرطي، واحد مع أهله، بنت مع أهلها، أصدقاء مع بعض، ما بروح بقول له عمل كيت 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 أو بقول له روح عاقبه، بقول له بكل صراحة مزبوط، ابنك أخطأ، بنتك أخطأت، عمل خطأ. يوم من الأيام واحد كان ماشي 80، كنت أنا رايح معه ناول، أوكي، أنا رايح هو عم بسوق، فمن الاستعجال رحنا أكثر من مكان بالسيارة. ناول هذاك اليوم شي 3-4 مناولات، من شي 4-5 سنين. فنحن رايحين في طريق كان 60-60، فنحن بالغلط مشيت 80 لأنه مو ملحقين، يعني تأخرنا على المناولة الثالثة، والمرة بتنازع بدها تموت يعني. فشرطي لقطنا، طاق واقف، الشرطي ما كان مكتوب بوليس، نحن مو غايتنا نستعجل بالسرعة، بس هو لأنه مسكين تلبك وما عرف شو يعمل، فقام راح، نحن مو منتبهين، فقام الشرطي وقفنا. ولما وقفنا سألنا شو عم بتسوي؟ قلت له I'm priest وأنا راح أناول، first time that happening with us، أول مرة بصير معنا هذا الشيء، فأسفين على هذا الشيء، والمرة الجاية ما راح نعملها كمان مرة، لأنه نحن منعلم الناس تمشي بالقانون، فراح نحاول نمشي بالقانون قد ما فينا. فقال لي أوكي، لأنه أنتوا كنتوا فوق ال 80 راح أعطيكم التيكت، وعشان كنتوا أمنين ما راح أدفعكم إياها. فأحبائي، الأمانة مطلوبة، لا تخافوا تقولوا الحقيقة، تذكروا لما يكون في حقيقة في طمكم وفي بالكم قولوها، بس اعرفوا تستخدموا الطريقة، مو تضيفوا عليها بهارات، استخدموها بطريقة أنه اللي قدامكم يتفهم عليكم. يعني ممكن واحد يقول الحقيقة يقول يلا إيش ما بدك اعمل، اضرب راسك في الحيط، لا، قول الحقيقة بشكل أنه الآخر يسمعها ويتفهمني، أبني علاقة معه. وصدقوني، ولا مرة أحكيت حقيقة حدا زعل مني، إلا الإنسان المتكبر أو الإنسان اللي ما بده يتعلم أو الإنسان اللي ما بده يفهمك صح بالأساس. بس أي إنسان تاني بيحبك أو بده يتعلم أو بده يتغير أو بتواضع دائما بيسمعك وبتغير. تمام أحبائي؟ فربنا يبارككم ويحفظكم ويثبتكم بنعمته، ثبتكم بالقداسة. ربنا كتير حنون، إنسان، شخص، إنسان، الله متجسد، إنسان قريب منا، بيجي معنا في كل شيء، بيساعدنا في كل شيء، بيحس فينا في كل شيء. لا تترددوا، لما شفتوا حالكم تغلطوا، حاولتوا تكذبوا، وقفوا، لا تحكوا، قول يا رب ساعدني أقول الحقيقة، يا رب أنا خاطئ وضعيف مش قادر أحل المشكلة، دبرها أنت، فربنا راح يساعدنا، هو معيننا، هو عن يميننا، ومعه ما بتخاف. آمين؟ آمين. ربنا يليق له كل مجد وإكرام وسجودنا الآن وكل أوان دهر الداهرين. آمين.